أب لديه 4 بنات، عمل هو وزوجته أفضل تربية لأنه زوجته توفيت وعمر أصغر بناته 7 أعوام، فأما الكبرى فكان لديها 14 عاما. رفض الأب الزواج بعد وفاة زوجته وجعل كل وقته فروض لربه ثم اهتمام ببناته، وقد ساعدته ابنته الكبرى في ذلك وقامت دور للأم لإخواتها. وبعد 10 أعوام تقدم 3 من شباب لخطبة بناته، فأرد الأب ليزوج الكبيرة ثم التي تليها ثم التي تليها، ولكن ابنته الكبرى رفضت الزواج لأن أرادت أن تهتم بوالدها وتخدمه، خاصة بعدما كبر سنه وأصبح المرض يلازمه كثيرا. فزوج الأب أخواتها 3، فجلست ابنته الكبرى تهتم بوالدها وتعتني به حتى مات. وبعد الوفاة الأب فتحوا وصيته فوجدوه قد كتب فيها: لا تقسموا أو تبيعوا البيت حتى تزوج أختكم الكبرى التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتكم. ولكن الإخوة 3 رفضنا الوصية وأردنا أن يبيع البيت وتأخذ كل واحدة منهن نصيبها من الميراث دون مرعاة. أين ستذهب أختهن الكبرى التي ليس لها مأوى أو أحد سوى الله عز وجل؟ عرضت الأخوات البيت للبيع، وتقدم شاب ثري لشرائه. وعندما أحست الأخت الكبرى أنه أفر باع البيت وتقسيم ثمنه، اتصلت بمن يريد شراء البيت وقصت عليه قصة وصية والدها بأن ليس لها إلا هذا بيتا يؤويها، وعليها أن يصبر عليها ويتركها في بيت أبيها بعضة أشهر حتى تجد مكانا مناسب لها وتعيش فيه. وافق الشاب مشتري، قال: حسنا، لا عليك، لم أستلم بيتا حتى تخبريني بأنك وجدت مكانا مناسب لك ولو ذم وجودك أعوام كثيرة. ثم دفع المشتري ثمن البيت وتم تقسيمه بين الأخوات 4، وذهبت كل الأخوات 3 إلى بيت زوجها. ابتسمت الأخت الكبرى التي كانت مؤمنة بأن الله لا يضيعها لأنها لازمة مصحبة والدها وعاشت في خدمته، ودعت لأخواتها 3 بالتوفيق. وفي أحد الأيام تلقت أخت الكبرى باتصال من الشاب الذي اشترى البيت، فخافت وظنت أنه عاد على اتفاقه ووعده وأنه سيطردها من البيت، فقال لها مبتسما: فقد وهبت هذا البيت مهرا لك، إن شئت قبلت أن أكون لك زوجا، لم أحلم زوجا لي أفضل منك ومن أخلاقك، واعلمي أنك فمهما فعلت من خير فلا يضيع الله أجرك، فكيف ببرك للوالديك؟ بكت الأخت الكبرى وعلمت أن الله لا يضيع عمل المحسنين، ووافقت على الزواج من ذلك الشاب الثري، وعاشت في سعادة شمة داخل بيت أبيها ومع زوجها الكريم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.